تتخطف منه، ثلاثة دخلوا عليه خدوا منه الكرة وتتقطع وتترد مرة تانية أمامية، إنما مقطوعة. أحمد عادل عبد الرسول في الملعب على طول ترجع مرة تانية، مرة تانية محمد حمدي يرجع ورا لأحمد عادل عبد الرسول صمام الأمان في اليمين لمحمد هاني، هاني يرجع مرة تانية لأحمد لعوف، عوف الأصيل ينقل الملعب لمحمد حمدي، حمدي لأيالة سلسلة حلوة قوي، بيعتمد فريق 19 على أيالة بشكل كبير كلاعب ارتكاز في وسط الملعب زي ما قال لي كابتن مدحت طه إسماعيل. على طول تتنقل مرة تانية زي ما احنا عارفين جهاز الفني للأهلي، الشباب على طول معروف النادي الأهلي عنده جهاز للشباب جميل، أحمد فوزي ومعاهم طارق عبد العزيز للتأهيل والدكتور أسامة للإصابات. نتمنى كده التوفيق لهذا الجهاز اللي دايما عارفين شغلهم، تلاقيهم هم دايما الجهاز اللي تحت الفريق الأول بيجهز دايما لعيبة المستقبل. محمد حمدي، عوف، عبد الرسول، أو أحمد عادل. أحمد عادل يلعب مرة تانية لما رجع بكورته، ولا ضاع عوف يرجع بكورته لأحمد عادل، أحمد عادل لمحمد هاني، هاني عايز يلعب الأهلي تتلعب مرة تانية لعبودة، عبودة في الوسط على طول برضو ضل بامبو، بامبو بامبو عايز يمشي وردة إنما تتخطف الكرة وتتقطع، مقطوعة عن فريق العاب دمنهور ومحاولة الانطلاق للأمام وادي مقطوعة ويقطع مع أحمد عادل، أحمد أحمد يعدي إنما يرجع بكورته مرة تانية لعوف، عوف لأيالة يا ولد أحمد حسن كرة حلوة يا سلام يا محمد يا سلام يا هاني، واخد الكرة بيسلسلوا الكرة بيحاول فريق النادي الأهلي يفتح الملعب إنما كانت قصيرة قوي، يخطف أحمد عادل ويلعب لمحمد حمدي، حمدي إنما مجيد أكتر وادي محاولة ريحاني هناك وتتلعب الكرة العرضية إنما يطلع الحارس الطولية ياخدها الحارس محمد علي. شايفين بدلاء الأهلي هناك بيجروا الإحماء، تلعب على طول مرة تانية وتترد الكرة في وسط الملعب، الأهلي تحت 19 سنة متقدم على ألعاب دمنهور حتى الآن. يرجع لكورته لعادل، لعوف الأصيل، يلا يا عوف ينقل الملعب محمد، ركلة مرمى للنادي أحمد الشيخ، ينقل الملعب لأحمد عادل عبد الرسول، أحمد عادل طولية أمامية ما قدرهاش، يخطفها فريق العاب دمنهور محاولة للأمام إنما يا سلام داخل وقاطع الكورة ومعدي بشكل كويس جدا في الكورة اللي فاتت دي، ترجع مرة تانية وردة هو اللي بقى كده. الأهلي 7 ألعاب دمنهور 1 نتيجة كبيرة، إنما لو رجعنا شباب الأهلي دايما عندهم في مبارياتهم مفيش مشكلة عندهم غير إن هو يسجل الأهداف، بيلعبوا دايما الكرة الهجومية. محمد حمدي الاهلي اختار الملعب اللي على ايدينا اليمين، طبعا الحرس اللي اختار الملعب والاهلي اختار ان يبدا المباراه، الاهلي على يميننا والحرس على الشمال، الاهلي داخل المباراه دي عنده 25 نقطه والحرس عنده 12 نقطه، بيتصدر القمه انبي ب 27 نقطه. على طول اتلعبت وبدانا معاكم الشوط الاول، ادي على طول بترجع الكره ورا لاحمد عادل، احمد عادل يمشي الملعب ترجع ليه عوف، عوف لأحمد عادل عرضية إنما مقطوعة واخدها فريق النادي الأهلي، مردودة في وسط الملعب أحمد علاء، أحمد ترد مرة تانية لأيالة، أيالة بيسقط ملعبه لمحمد مجدي، محمد مجدي منصور أمامية تتقطع من أحمد عادل، مردودة مرة تانية إنما مخطوفة، خطفها السبسي وعايز يعدي السبسي لوحده لوحده لوحده، هو التسديدة إنما بره الملعب، بره الملعب وتتلعب مرة تانية، راجع الكرة ياخدها فريق الحرس ومحاولة للأمام إنما مقطوعة مرة تانية وتترد في الوسط طويلة تروح زي احنا شايفين أحمد صلاح،
هيلعبها بيسيب الكرة لعبد الستار او السباعي. السباعي بيدور يديها لاحمد، مخطوفة من قدام منه قطيعة احمد عادل وتخرج مرة تانية. وادي الركنية للحرس، تعمل الركنية تترد مرة تانية ملعوبة في حلق المرمى. هو حلوة حلوة حلوة، ادي ركلة حرة تلعب على طول في حلق المرمى، تخبط وتترد مرة تانية، انما تسديدة اي حاجة فوق تخرج برة الملعب ركلة مرمى. تحركات فريق الحرس خلال الشوط الاول فيها تحركات هجومية عكس ما بنشوف الفرق اللي بتلعب برة ملعبها، دايما بتبدأ مدافعة على طول تتلعب، انما اجسامهم حلوة. فريق الاهلي على ملعبه على حرس الحدود 1-0، وادي على طول تتقاطع وياخدها أسامة فتحي ويشتتها على طول أبو الريش، ترجع مرة تانية للأمام عند ميرا. أدي ميرا، ميرا عايز يعدي، عمل حلو قوي الكورة إنما قطعها بشكل كويس جدا عوف، عوف لأحمد عادل، أحمد عادل طويلة أمامية يشتتها على طول ربيع من حرس الحدود ومردودة في وسط الملعب، قطعها سيمبا إنما تترد وياخدها عوف. عوف لحمدي، حمدي أمامية لعبد الرحمن، مهاراته حلوة وأساسياته كويسة، يرجع بكورته ورا الأيالة، أيالة في الوسط للحريف وردة، وردة ينقل الملعب هناك عند ريان، ريان وحكم اللقاء قال ما فيهاش أي حاجة. مرة تانية رجليه يبدو كده أنه مش هيكمل معانا المباراة. وادي على طول تتقطع الكورة، واخدها علي عزت وراجع بالكورة ورا، وشايفين بدلاء الاهلي بي سخانه، بدلاء الاهلي النهاردة خالد وليد والسيد علاء العربي سعيد محمد اسامة علي وعز الدين عصام نور الدين، دول بدلاء الفرقتين اللي موجودين معانا بخلاف اللاعبين في الارض. زيزو يلعب كورة امامية لسيمبا، سيمبا تتخطف منه ويردها علي عزت من نص ملعبه الى الحارس على طول احمد ربيع. ادي بدلاء الاهلي هناك اهم بيجروا الاحماء، واحمد عادل عبد الرسول يدي الكوره لعلي عزت، علي عزت يعمل الطوليه الاماميه يشتتها دفاع حرس الحدود وتخرج الى خارج الملعب. وادي التبديل زي ما قلت لكم كده، هيخرج لعلي، ينزل علي، علي عدي بالكوره لريان، الاثنين ماسكين الجبهه اليمنى بشكل كويس ورا لمحمد مجدي، مجدي عايزين الكوره للامام انما تتقاطع ومقطوعه، انما تترد لاحمد عادل، من احمد عادل لعوف، عوف يلم كويس قوي ويرجع بكورته لاحمد عادل، عادل هينقل الملعب لعلي عزت. كل دي تمريرات لسحب الفرقه اللي قصاده، ترجع مره ثانيه لريان، ايهاب ياسر ريان ابن طبعا كابتن نجم الكبير كابتن نادي الاهلي ومنتخبنا كابتن ياسر ريان، واحد من نجوم زمن التسعينيات كابتن ياسر ريان مفيش كلام. على طول تتنقل الكرة في الشمال، وادي محاولة وعبودة، عبودة يرقص تتقطف منه عايز يلحق كرته مرة تانية راح معاها انما ياخدها الدور ده احمد عادل، احمد عادل لمحمد حمدي، حمدي عايز ومردودة ورا يردها ربيع، ربيع يلعب للامام عايز يعمل لها تاكلينج وياخدها الكرة اللي فاتت دي انما تتقطع مرة تانية، وعامل خط دفاع كويس قوي عوف واخد كرة، عوف ياخد الكرة يلعبها طولية الامام انما ياخدها زيزو لاعب حرس الحدود يسقط الكرة مرة تانية عند سيمبا، ترجع مرة تالتة انما طالع الحارس حلو قوي قوي ماسكها احمد ربيع لمحمد حمدي لعوف مرة تانية ويلعب طولية أمامية تتقاطع مردودة في وسط الملعب، وادي بتتلعب طويلة للأمام عند محمد هشام، محمد هشام إنما تتاخد منه وركلة جزاء، ركلة جزاء لحرس الحدود، واقف على الكورة خالد عبد السلام، ركلة جزاء، ركلة جزاء هيلعبها فريق حرس الحدود،
واقف على الكوره. خالد عبد السلام جمعه وقدامه الحارس احمد ربيع وداخل خالد وصفاره من حكم المباراه مبروك نبيل وداخل خالد يا ولد حاطط ايده بشكل كويس جدا احمد ربيع وصادد الكوره انما خالد كان راكنها حلوه قوي في مكان مميز حلوه والله محطوطه حلوه انما الحارس طار عليها بشكل حلو بص والله راكنها جميله انما توقع لاحمد ربيع وقدر يجيبها دايما بنقول حارس المرمى بيجيب الكوره من التوقع يعني نسبة ان حراس المرمى يتصدوا للكورة دايما يعني محدش بيطلع خطأ الحارس في التصدي ركلة جزاء ودي كورة في القائم يا حظك في الكورة اللي فات